في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتأمين عودة طلبة المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، قامت مديرية محافظة شرطة المحرق بتكثيف التواجد الأمني، وذلك حرصا على تحقيق عام دراسي آمن للجميع. ويقوم منتسبو المديريات بتوزيع العديد من المنشورات التوعوية للطلبة بهدف رفع مستوى الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة. تواصل المديريات الأمنية جهودها في تأمين عودة طلبة المدارس بشراكة مجتمعية مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، والتي سجلت حضورا متميزا من خلال التواجد الأمني في محيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك من خلال توزيع العديد من المنشورات التوعوية للطلبة بهدف رفع مستوى الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة. قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بالعديد من الترتيبات الأمنية بالنسبة للعودة للمدارس، كما تم نشر أفراد الشرطة على جميع المدارس من الأسبوع الأول، كما عقدت مديرية شرطة محافظة المحرق ورش عمل تدريبية لجميع الأفراد بالنسبة للعودة للمدارس. كذلك تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعقد محاضرات توعوية بشأن العودة للمدارس. تحث مديرية شرطة محافظة المحرق أولياء الأمور على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم لمركباتهم بمحيط المدارس، كما أن عليهم ترك السلوكيات الخاطئة أثناء قيادتهم لهذه المركبات والمتمثلة في الوقوف الخاطئ والصعود على الأرصفة وعدم استعمال منبه السيارة لعدم إزعاج أهالي المنطقة. كذلك نتمنى من جميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق في عامهم الدراسي الجديد. يأتي هذا التواجد الأمني لعبور الطلبة والطالبات بأمان للشوارع القريبة من المدارس، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى المدارس خلال فترتي الحضور والانصراف، إضافة إلى حمايتهم من أي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمنهم وسلامتهم، في إطار الحرص على تحقيق عام دراسي آمن للجميع.